ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سيكا. النهارده هنبتدي في المحاضره السادسه. انا قلت ان انا هشرح السادسه والسابعه والثامنه. الثامنه ايه؟ سته؟ لا، الخامسه والسته والسابعه. طيب، فالمحاضره السادسه هي تكمله للمحاضره الخامسه، وهي سهله جدا. بتكلم لي عن الايدج. بيكلم لي عن الايدج ازاي بعرفه. ببتدي ان انا عندي نوعين من الايدج هنتكلم عنيهم، الزيرو كروسنج والكاني ديتكشن. ففي الاول هو بيقول لي ايه هو الايدج ديتكتور او بيتعمل ازاي. هو بيقول لي ان انا عندي الصوره ديت، مثلا الصوره دي مثلا في الوان فيها كتيره. الالوان هنا عندي في الـ في الـ في الفيجن او في الايمج بروسيسنج عموما بسميها الانتنسي. طيب الانتنسي في كذا انتنسي عندي، في الوان كتير، فبالتالي انا ببتدي، احنا قلنا الويندو مثلا اللي بناخدها وبنمشي بيها على الصوره، او مثلا باخد رو وببتدي اشوف في مثلا وانا ماشيه كده اهوت، هل في حصل تغيير جامد في الالوان ولا لا. وبالتالي بحدد لو حصل لي تغيير جامد في الالوان، اذا النقطه ديت عندي هي دي الايدج بتاعتي. يعني مثلا الباك جراوند هنا اهو كانت صفرة، وبعد كده في الورد بقى الابيض والبامبي والاخضر والكلام ده كله. لما باجي امشي بلاقي ان في تغيير جامد حصل، فبالتالي اعرف ان هي دي الايدج بتاعتي. طيب بعد كده عشان بس اشوف لو ما كانش في حاجه ناقصاني، ماشي خلاص. بعد كده بيقول لي الايدج ديتكشن ده بيفيدني ايه. بيفيدني ان انا مثلا لو في الصوره عندي تكست ببتدي اشوفه، لو في عندي شادو ببتدي اعرف ان في شادو، ببتدي مثلا لو في حاجه، بس انا مش عارفه ايه الصراحه، يعني اسمها ديسكونتينيوتي في الاوبجكت، ف دي مش عارفه مقصود بيها الصراحه، فمش هفتي فيها. فبس فانا بقدر اشوف لو في اللي هو discontinuity، لو في مثلا هايلايت، لو في اللي هو شادو موجود، لو في تكست موجود، وهكذا. طيب بيعرف ازاي؟ برضو بعرف ازاي. ببتدي ان انا قلت باخد رو من الصوره، وببتدي ان انا اشوف لو في تغيير جامد حصل، اذا هي دي ايدج عندي موجوده. طيب بيبتدي يدور لي على بروفايل من الاربعه بروفايل الموجودين دول. الاربعه بروفايل دول انا كنت اتكلمت عنهم في المحاضره الخامسه قبل كده، بس ممكن نقولهم تاني سريعا. طيب الستيب ديت احنا كنا قلنا ان هي ما عندهاش تدرج في الالوان على طول، لا اما غامق هوب بتبقى فاتح، مفيش يعني هنا دي تبقى غامقه، هنا اهو كده اهو بقت فاتحه، مفيش تدرج في الالوان، يا فاتح يا غامق، ما عندهاش نص. طيب الروف او انا كنت كاتباها اسمها الايزوليتد بوينت. الايزوليتد ديت بتبقى تدرج، يعني هي بتبقى غامق وتبدا تطلع تطلع تطلع، تبقى فاتح، تبدا تنزل تاني لحد ما توصل للغامق. واللاين ديت برضو دي بيبقى فيه تدريج من الغامق للفاتح. طيب النويز، النويز ديت مثلا زي الصوره اللي احنا كنا شفناها قبل كده في المحاضره اللي فاتت، كانت صوره البورده اللي فيها نويز اللي هي السولت اند بيبر نويز ديت، اللي هي النقط السوداء والنقط البيضاء ديت، هي دي النويز. فبتخلي ان شكل البروفايل بتاعي كده اللي هو الزجزاج ده اللي هو بايظ ده، فدي نويز. فانا ببتدي ادور في الصف اللي انا اخدته او الرو اللي انا اخدته من الصوره، هل في حاجه من الحاجات الاربعه ديت ولا لا، وعلى اساسها ببتدي احدد ان في ايدج. طيب بعد كده هيتكلم لي عن الجراديانت. الجراديانت ايه هو؟ الجراديانت ان هو بيبتدي يشوف لي الريت اوف تشينج في الالوان عندي او الانتنسي، ومن خلاله ببتدي اعرف برضو الجراديانت اللي هو دوت الايدج بتاعتي. عايزه اقول ايه تاني في الحته دي. هو بيبتدي ايه الجراديانت بجيب فيه ايه؟ بيبتدي ان انا بقول له ان انا بجيب فيه الماجنتيود، وببتدي اعرف الدايركشن بتاع الجراديانت. الجراديانت طيب ثانيه نيجي للصفحه. طيب ابتدي تصغر. ايه تاني ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش حاجه تانية عايزه اقولها في الجراديانت، مفيش خلاص. طيب هيتكلم لي عن الماجنتيود. الماجنتيود دوت بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن الدلتا بتاعه الاكس والدلتا بتاعه الواي. دي المعادلتين، دي معادله الدلتا اكس ودي معادله الدلتا واي. ببتدي اجيبهم ومن خلالهم ببتدي احسب الماجنتيود بتاعي، بيبقى بالمعادله دوت اللي هو الجذر للماجنتيود اس 2 بتاع الواي والاكس بتاعتي. طيب بعد كده هو هنا الابروكسيميشن، ومن خلالها بعد كده ماليش دعوه بدي، ده الدايركشن بتاعها، اجيب الدايركشن بتاع الماجنتيود اللي هو تان اس سالب واحد الدلتا اكس والدلتا واي بتاعتي.
بعد كده طيب امثله بقى في الحته دي، بيوريني 3 امثله في تغيير بيحصل في الاكس بس، او تغيير بيحصل في الواي بس، او تغيير عموما بقى يعني جينيريك في الصوره عموما. طيب فهو بيقول لي ان هو ده منظر التغيير، كان من فوق لتحت يعني من فوق ابتدى ان هو يغمق 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 لحد ما وصل تحت بقى اسود خالص، دوت التغيير كان في الاكس، والدايركشن بتاعه كان سالب 90. طيب لكن هنا اهو في الفيرتيكال، الفيرتيكال التغيير كان في الواي، والدايركشن بتاعه كان بزيرو. هنا بقى في الجينيريك المعادله بتاعت الماجنتيود العاديه والدايركشن بتاعي العادي برضو. طيب ده شكل الدايركشن بتاعي. طيب بعد كده بيقول لي لو انا عندي ويندو بالمنظر دوت، والويندو ديت بيقول لي انا عايز اجيب منها جيب لي منها البتاع ده اسمه ايه، جيب لي منها ركزي يا سلمى، جاب لي منها ايه، جاب لي منها الدلتا واي والدلتا اكس. هجيبهم ازاي؟ قال لي هجيب الثيرد رو اللي هو الرو التالت ده، وهجيب الفيرست رو واطرحهم من بعض. كده انا جبت الاكس. طب الواي هبتدي اشوف بقى، هجيب الثيرد كولو وابتدي اجيب الثيرد رو الفيرست رو انا اسفه يا جماعه، انا اسفه، الثيرد كولو واطرح منه الفيرست كولو. كده انا جبت الواي. طيب ايه تاني بعد كده؟ هنا هو بقى بيقول لي ايه، بيقول لي ان انا عندي لازم اخلي بالي اني النقط اللي حوالين السنتر بيكسل دول مهمين، وبالتالي لازم ازود الويت بتاعهم فهضربهم في 2، هتبقى 2 زد 2، او 2 زد 4، او 2 زد 8، او 2 زد 6، زي ما هو اللي هو 2 اهو 4 6 8، هضربهم في 2. لو لقينا هنا بقت 2، هنا 2، وهنا 2، وهنا 2. طيب ايه تاني عايزه اقوله في الجزء ده؟ طيب بعد كده بيقول لي ده شكل الويندو لو كان اللي هو تغيير في الاكس، وده هنا هو تغيير في الواي، والكلام ده بيسميه سوبل. السوبل دوت ان هو ده نوع من انواع الفلاتر اللي بتطلع لي الايدج اللي في الصوره. طيب فجي طبق لي دي الصوره عندي، طبق لي الصوره، طبق عليها السوبل، فبالتالي طلع لي الايدج بتاعتها بالمنظر دوت. دوت دي الايمج الاصليه، وهنا لما طلع لي الهوريزونتال اللي احنا قلنا عليه يعني حدد لي الايدجز في اتجاه الاكسات، وهنا حدد لي دي الفيرتيكال، هنا حدد لي الايدجز في اتجاه الوايات، وهنا بقى كومبايند بين الاكس والواي مع بعض. طيب انا بس عايز اتاكد ان انا ما سبتش حاجه. طيب ماشي، ما سبناش حاجه، تمام. طيب بعد كده ثواني، هنخش بقى على النوع اللي احنا قلناه ان احنا هناخد الزيرو كروسنج. ليه بقى هبتدي استخدم الزيرو كروسنج وليه ابطل الصبل؟ الصبل فكرته ان هو شغال على 8 نيبر اللي حواليه وبس، فانا بالتالي لا، انا عايزه اكبر، عايزه اخد نيبر اكتر معايا، فبالتالي هستخدم حاجة اسمها الزيرو كروسنج، او هجيب السكند ديريفاتيف. فبالتالي لما هجيب السكند ديريفاتيف هيبتدي يشتغل على رينج اكبر من نيبورز اللي حواليه. ليه برضو تاني بنستخدم السكند ديريفاتيف؟ بيقول لي عشان الجراديانت لما بجيبه بيكون صعب تطبيقه، صعب لان انا ببتدي امشي على الصوره وابتدي ادور على واحد من الاربعه البروفايل اللي عندي وابتدي اشوف موجود ولا لا وهكذا، فبيبقى رخم شويه. لكن السكند ديريفاتيف سهل في الامبلمنتيشن بتاعه، لان هو بيبتدي ان هو يدور لي على الاصفار اللي موجوده، ومكان الصفر هو ده الايدج بتاعتي، وخلصت على كده، مش بيفضل يلف ويدور بقى على الاربعه بروفايل اللي عندي. طيب بيقول لي في ديس ادفانتج ليها للزيرو كروسنج، بيبقى سنسيتيف للنويز، يعني لو انا في نويز كتير عندي في الصوره هيبقى صعب عليه حدد لي مكان الايدج بالظبط. فبالتالي هحل المشكله دي ازاي؟ هحلها ان انا ابتدي اقلل النويز ديت. هقلل النويز عن طريق حاجه اسمها هو هنا هنا بيبتدي ان هو هو هنا بيقول نفس الكلام اللي انا قلته، ان هو التاني بيدور على الزيرو وهكذا. دي اشكال البروفايل بتاعتي، هنا ده فيرست ديريفاتيف، وهنا ده لما عمله سكند ديريفاتيف، ودي لما عملها سكند ديريفاتيف. طيب هنا الحته دي اللي هي الصفر بتاعتي، دي الصفر، الحته دي اللي هي الصفر بتاعتي. طيب هقلل بقى النويز ازاي؟ هقلل النويز عن طريق حاجه اسمها الجاوسيان. الجاوسيان ديت
فكرتها ان هي بتاخد الصوره تبتدي تعمل لها بلور، بلور يعني تبقى الصوره كده يعني الديتيلز بتاعتها تضيع. احنا شرحناها برضو في المحاضره الخامسه، الديتيلز بتاعت الصوره بتضيع اكتر ولكن بتشيل النويز. طيب مش عايزه بس ابقى سايبه حاجه في الورق اللي انا كاتباه. بس احنا وصلنا لحد هنا. طيب دي المعادله بتاعتها، بيقول لي السيجما ديت اللي هي ديت ممكن تبقى قيمتها واحد ممكن تبقى قيمتها اتنين، يعني ده اللي اتقال يعني في المحاضره. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الصوره دي صوره على شكل الجاوسيان بتاعي. هنا لو بصينا ان الحته العاليه قوي ديت دوت السنتر، السنتر بتاعي، فالسنتر بتاعي بيبقى الويت بتاعه عالي، وكل ما بعدت عن السنتر كل ما الويت قل، وكل ما في حاجه انا كاتباها، ثانيه في حته ان انا عندي الويت طبعا بيقل، يعني كل ما هنزل او هبعد عن السنتر الويت بتاعي بيقل. طب فانا هعرف، طب انا هعرف ال هعرف ال هعرف ال اه فانا النقطه بتاعتي النقطه انا سوري يا جماعه، السنتر بوينت ديت الويت بتاعها بيبقى عالي، فانا كل ما هبعد عن السنتر بوينت الويت بتاعي هيقل اكتر، فهيبتدي يتكلمني عن حاجه اسمها السيجما. السيجما ديت بتبقى بتتاثر شويه، يعني الويت بيتاثر بالسيجما. السيجما دي بتعمل لي ايه؟ السيجما دي لما بتزيد فبالتالي هيحصل اني هيحصل لي هيحصل بلور اكتر للصوره بتاعتي، او النيبرز اللي هياخدها هتبقى اكتر في الصوره، والريديوس اللي هيبقى بياخده هيبقى كبير، فبالتالي هيعمل بلور اكتر للصوره. خدنا في الحته دي وقت قوي. طيب ماشي، يبقى هو السيجما ده البارامتر بتاع الجاوسيان ده هنا اللي انا قلته يعني. هنا بقى دي مثال بيقول لي المثال دوت، هو هنا لو كنا ركزنا في نويز، في خطوط كده، دي نويز موجوده، فهو ابتدي لما استخدم سيجما بوان قلت شويه، سيجما 2 قلت، ولكن البلو بقت بلورد اكتر، ديتيلز ضاعت اكتر، 3 بقت برضو بلورد اكتر. طيب ممكن في طريقتين اجيب بيهم الجاوسيان، هعمل كونفوليوشن للجاوسيان في الصوره، او هجيب الكونفوليوشن بس للجاوسيان واضربه في الصوره. دي طريقتين عشان اجيب بيهم الايه، احسب بيها يعني. سوري، الكلام ده كله اللي احنا بنقوله ده كله ان انا استخدمت الجاوسيان عشان اظبط النويز وابتدي احدد الايدجز، ده اسمه لابلاسيان اوف الجاوسيان. نفتكر الكلمه دي كويس، ايه هو اللابلاسيان اوف جاوسيان؟ ده بستخدم فيه الجاوسيان عشان اشيل النويز من الصوره وابتدي احدد الايدجز بطريقه احسن. طيب ماشي، عايزه اقول ايه هنا تاني؟ ده شكل ال بتاع ده اللابلاسيان اوف جاوسيان. الدكتور قال في ناس بتسميه مكسيكان هات تقريبا يعني حسب سمعي، والماسك دوت بيبقى السنتر بوينت بتبقى عاليه جدا وبتبقى حواليها كلها سوالب. طيب ده صوره. هنا لما جبنا اللابلاسيان، بس اللابلاسيان كنا جبناه عشان خاطر كان لو اتكلمنا عنه قبل كده ان هو كان بيبقى جايب لي التفاصيل بتاعه الصوره، بيبين لي تفاصيل الصوره، فانا لما استخدمت اللابلاسيان اوف الجاوسيان ظهر لي اكتر الايدجز اللي موجوده عندي في الصوره، طلع لي تفاصيل اكتر. طيب بعد كده الادفانتج، الادفانتج بقى بتاعتها ان هو بياخد، قلنا بياخد نيبرز، عدد نيبرز اكتر من اللي حواليا، ولكن مشكلته ان هو بيعمل سموس اكتر للصوره. وتاني ميزه ممكن عن طريق ان انا اجيب اتنين جاوسيان ولو ضربت الاتنين في بعض هيطلع لي ريزلت احسن واحسن بقى. عيوبه ايه؟ عيوب الزيرو كروسنج، في هنا عيوب فين يا بنتي؟ ديس ادفانتج بقى، الديس ادفانتج قلنا ان هو بيعمل سموث، فبالتالي ممكن يضيع لي الايدج كورنر، يضيعها لي خالص. وفي بعض الايدجز بتكون اصلا ملهاش علاقه ببعض، ما تكونش كونكتد، هو يخليها كونكتد ببعض، فدي حاجه برضو انا مش عايزاها. طيب فبعد كده هيتكلم لي عن الكاني. الكاني بقى احسن بمراحل من اللابلاسيان وفي الجاوسيان، وبيبتدي يتعمل عن طريق خمس طرق. ايه هم؟ قصدي خمس خطوات. خمس خطوات، انا ببتدي اخد الصوره بيبقى فيها نويز، ببتدي اشيلها، يبقى بستخدم السموثنج، دي اول نقطه. تاني نقطه بيبتدي ان هو يدور على الجراديانت. احنا قلنا ايه هو الجراديانت؟ الجراديانت هو ان انا ببتدي ادور على
التغيير في الانتنست اللي حصل، الانتنست ديت هي اللون اللي في الصورة. طيب بعد كده هيقول لي ان انا ببتدي اشوف حاجة اسمها النون ماكسيمم سبريشن. ايه هو النون ماكسيمم سبريشن بقى؟ تعالوا كده نشوف المنظر. هي خطواتها بيورينا الخطوات بتاعتها. نخش على طول على النون ماكسيمم. فكرته ايه؟ فكرته ان هو في عند السنتر بوينت ببتدي اقول له يا سيدي شوف لي النيبرز اللي حواليك، اللي في الاتجاه 0، اللي في اتجاه 45، اللي في اتجاه 90، اللي في اتجاه 135. شوف لي الجراديانت بتاعهم وشوف لي الدايركشن. لو الجراديانت بتاعهم صغير مش عايزها، ولو الدايركشن بتاعها في نفس الاتجاه فدي تبقى ايدج، لو مش في نفس الاتجاه فانا برضو مش عايزها. ده النون سبريشن، ده اللي بيعمله. طيب فبالتالي في المثال ده اتعمل ايه؟ لو هنا بصينا على الخمسة، بصينا على الستة، بصينا على السبعة، بصينا على الستة هنا، بصينا على السبعة، دول في نفس الاتجاه وفي تغيير في الجراديانت بتاعي، فبالتالي دول ايدج على طول. لكن لو بصينا على واحد وواحد، مش فاكرة الدكتور كان قال ايه، تقريبا اللي هو واحد وواحد وتلاتة واتنين، الحتة دي كده المربع ده مش نفس الاتجاه، فبالتالي مش، لا مش ايدج عندي. طيب دي صورة للنون ماكسيمم بعد ما جابه. بعد كده بقى رابع خطوة، رابع خطوة بيقول لي عندي حاجة دبل ثري شولدنج. فكرته ايه؟ ببتدي اشوف القيمة اللي عندي، هحدد قيمة مينيمم واحدد قيمة ماكسيمم، اللي هي ماكسيمم ثري شولد ومينيمم ثري شولد، وابتدي اشوف اللي اعلى واللي اقل من الماكسيمم والمينيمم. فاللي اعلى من الماكسيمم دي هتبقى سترونج، اللي اقل من المينيمم دي انا مش عايزها اصلا. في نوع ثالث اللي هو الويك، الويك ده بيبقى من الماكسيمم والمينيمم، يبقى انا باخد الويك وباخد السترونج وابتدي اطلعهم عندي في الصوره. ويبتدي مثلا قال لي لو انت عندك حته ويك مثلا ولازقه في حته سترونج، فالسترونج بيعمل كونكت بيها وبيخليها سترونج كمان زيها. طيب يبقى ده هنا الدبل دبل ثري شولد سترونج ايدج، دي هنا اهو، ده السترونج ايدج والويك، وفي بقى اللي هي ويك ايدج انكلود اف اني، دي اللي انا قلتها برضو. ماشي طيب ده الدبل ثري شولدنج وهكذا بقى. طيب ده خلاص مثال بقى بيبتدي يوريني الفرق بين اللابلاسيان اوف الجاوسيان والكاني، وطبعا الكاني احسن بمراحل من اللابلاسيان اوف جاوسيان. ده كده خلصنا المحاضره السادسه، انا طولت فيها بعتذر، وارجو ان انتوا تستفادوا منها يعني. شكرا.